السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أينما تكونوا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم، والبداية بجولة سريعة في أبرز العناوين. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر وفيها نقرأ: المشتركة تكسر هجوما لميليشيات الحوثي على مثلث البرح غرب تعز وتكبدها خسائر فادحة. ميليشيا الحوثي تقتل طبيبا في مديرية قعطبة وتصيب مواطنا بالبيضاء. الأمم المتحدة: كورونا قد يكون انتشر في اليمن دون التمكن من اكتشافه. موقع منبر المقاومة طالعنا بالعناوين التالية: القوات المشتركة تتصدى لهجوم الحوثيين شرق مدينة الصالح وتلحق بها خسائر فادحة. ميليشيات الحوثي تدفع ثمن التصعيد بمصرع قادتها. اختطافات حوثية بالجملة للعشرات في محافظة صنعاء، 9 منهم من قرية واحدة. هدنة إنسانية عالمية لثلاثة أشهر، مشروع قرار جديد في مجلس الأمن. في وكالة خبر نقرأ: اعتبرت بدعة ميليشيا الحوثي تواصل حملة إغلاق مساجد صنعاء ومنع صلاة التراويح. ميليشيا الحوثي تدفن جثامين 70 قتيلا من عناصرها خلال 4 أيام. أسر 5 عناصر حوثية بمعركة تحرير قطاع الثوخب في الضالع. موقع نيوز يمن طالعنا بالعناوين التالية: مشتركة الساحل خاضت قتالا ضاريا مع ميليشيا الحوثي في غرب تعز ومدينة الحديدة. كوتريش يدعو لتنفيذ اتفاق الرياض والاستجابة لكارثة السيول في عدن. إلى موقع عدن الغد وفيه نقرأ: أمريكا تعلن رفضها قرار المجلس الانتقالي الأخير. السلطة المحلية في خور مكسر تحذر المواطنين من خطورة استخدام مياه الشرب عبر شبكة المياه الرئيسية. رئيس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي في عدن وتوجيهات باتخاذ التدابير الوقائية. الحوثيون يتفننون في اصطياد ضحاياهم المدنيين بالألغام. الوباء الغامض يواصل حصد ضحاياه في المنصورة ووفاة جديدة. مجلس الوزراء السعودي يشدد على ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى ما كانت عليه قبل بيان الانتقال. مصادر طبية: إصابة عدد من الأطباء بالوباء الغامض الذي يضرب عدن. في صحيفة الشارع نقرأ: أمين عام الأمم المتحدة يدعو الحكومة اليمنية والانتقالية لامتناع عن تصعيد الموقف وتنفيذ اتفاق الرياض. دعا الانتقالي إلى العودة للعملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض. السفير الأمريكي: الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي غير مجدية ولن تؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في اليمن. رئيس رابطة جرحى تعز في الهند يتعرض لاعتداء بسبب حديثه عن فساد المشرف الإصلاحي. مقتل شاب برصاص مسلح حوثي في نقطة تفتيش تابعة للميليشيات شمال الضالع. ميليشيا الحوثي تداهم مسجدا في مدينة ذمار وتختطف خطيبه من بين المصلين. انهيارات حوثية كبيرة في الحشا، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، ومحاصرة جبل يطل على معظم مناطق المديرية. نفذ عملية نزول ميداني للمديرية واعتمد تقريره على الفحوصات السابقة للمتوفين وإفادات أسرهم. فريق الترصد الوبائي يقول إن المتوفين في المنصورة في عدن لم يفارقوا الحياة بسبب كورونا. حملة رش وتعقيم لبلوك 31 في المنصورة في عدن تنفيذا لتوصية الترصد الوبائي. مدير المختبرات العامة في عدن: انقطاع الكهرباء أدى إلى ضياع مجهود ساعات من العمل على حالتين مشتبه إصابتهما بكورونا. من الصحف العربية صحيفة الشرق الأوسط: قلق أمريكي من تفاقم الأزمة ومطالبة صينية بتنفيذ اتفاق الرياض. دعوات دولية وعربية للانتقالي اليمني للتراجع عن إجراءاته الأحادية. أحزاب يمنية تشعر بخيبة أمل جراء تصعيد الانتقالي.
تعزيزات حوثية في أربع جبهات، الانقلابيون يخرقون وقف النار 151 مرة في يومين. مع بوادر الحل السياسي الذي يراه أو يراه المجتمع الدولي أنه الحل والمخرج للأزمة اليمنية والحرب الدائرة في اليمن، إلا أن هناك من يرى وهم ذا بعد في الشأن اليمني أنه لا جدوى من أي حل سياسي مع الحوثيين، كون الإشكالية هي مع الفكر، فكيف يمكن التعامل مع الفكر الأحادي الرجعي الكهنوتي المتخلف للحوثيين؟ ولا حل إلا الجمهورية أو الحوثي. الصحفي والكاتب منير قاسم كتب مقالا تحت هذا العنوان، الجمهورية أو الحوثي، كتب فيه: اليمن يتسع للجميع، مقولة سياسية تؤكد على خيار ديمقراطي جوهره التعايش كطابع أساسي لعلاقات اليمنيين أفرادا ومكونات، وبالضرورة لا تعني الديمقراطية مجالا يسير في الخواء، على العكس فهي تعبير عن علاقات مضبوطة في إطار دولة تسود قوانين تعزز الحرية العامة والخاصة وتحميها بضمانات تكفل تكافؤ الفرص وفق معايير وإطارات سلمية لا تنسجم مع تعدد الكيانات المسلحة ولا زلزلة القيم القانونية التي تقوم عليها الدولة الحديثة بما فيها قوانين الخدمة العامة في المجال العسكري الأمني والمدني. وفي هذا المضمار نستطيع أن نتساءل عن الوضع اليمني لما بعد الحرب ومدى إمكانية إيجاد حالة تعايش غير مكلفة بين المكونات اليمنية والحوثيين في ضوء ألغام سياسية واقتصادية وإدارية زرعها الأخيرون في طريقي اتفاقات تسوية في قطاع الخدمة العامة بينها المدني والعسكري الأمنية. عبث الحوثيون بالقوانين الناظمة وأطلفوا بيانات خاصة بوزارة الدفاع والداخلية وضموا من عناصرهم غير مؤهلة والمفتقرة للاشتراطات القانونية عشرات الآلاف إلى أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وأصدروا آلاف القرارات بترقية مدراء عموم وما فوق ورتب عسكرية عالية أكثرها من خارج المجال الوظيفي للدولة. الطبيعة العصبوية للميليشيا ستجعل استيعاب هؤلاء في حالة التسوية مسألة غير قابلة للتنازلات المهمة، ما يحمل جهاز دولة ما بعد الحرب اختلالات هيكلية جسيمة تحتاج عشرة السنين من عمر التنمية والإصلاحات القادمة لإرجاع الجهاز الإداري للدولة إلى وضعه السوي في ظل بقاء الحوثيين كمكون سياسي مسلح. وفوق هذا ستتحمل ميزانية الدولة أعباء كبيرة تلتهم معظمها نفقات الباب الأول الخاص بالمرتبات والأجور وما في حكمها، وانعكاسات ذلك بصورة جدية في عرقلة استئناف عملية التنمية وإعادة الإعمار، حتى إذا تبنى التحالف العربي والمجتمع الدولي صندوقا لإعادة الإعمار في اليمن، وحتى مع الوضع بالاعتبار فارق سعر صرف الريال وقتها بالمقارنة بالأسعار السائدة اليوم. ناهيك عن استئناف بناء القوات المسلحة والأمن بعتاد حديث، ألغام حوثية تقف في طريق التسوية تجعل هزيمتك قوة عسكرية خيارا وحيدا، فإما جمهورية وإما حوثية. من قراءتنا للصحف نقرأ في منبر المقاومة: هدنة إنسانية عالمية لثلاثة أشهر، مشروع قرار جديد في مجلس الأمن. وفي التفاصيل، يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يطالب بإرساء هدنة إنسانية لمدة 90 يوما في كل النزاعات المسلحة حول العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 بحسب مسودة اطلعت عليها وكالة فرانس بريس الثلاثاء. وكان مشروع القرار الفرنسي التونسي ينص في مسودته الأولى التي طرحها هذان البلدان الأسبوع الماضي على وقف القتال لمدة 30 يوما فقط، وعلى وقف شامل وفوري للأعمال العدائية في كل الدول المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وعلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجائحة. لكن المسودة الجديدة لمشروع القرار التي أعيدت صياغتها الاثنين باتت تنص على أن مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الانخراط فورا في هدنة إنسانية لمدة 90 يوما متتالية على الأقل لإتاحة إيصال المساعدة الإنسانية بصورة آمنة ومتواصلة وخالية من العوائق وتوفير الخدمات ذات الصلة من قبل جهات إنسانية محايدة. ولم يحدد المجلس حتى اليوم موعدا لطرح مشروع القرار على التصويت، ذلك أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها هذا النص تكمن في تضمنه فقرة فارغة تتناول دور منظمة الصحة العالمية التي وجهت إليها الولايات المتحدة انتقادات شديدة بسبب طريقة إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجدة. أيضا في قراءتنا للصحف في عدن الغد طالعنا بعنوان مهم قال فيه: السلطة المحلية في خور مكسر
تحذر المواطنين من خطورة استخدام مياه الشرب عبر شبكة المياه الرئيسية. وفي التفاصيل، حذرت السلطة المحلية بمديرية خور مكسر الإخوة المواطنين من خطورة استخدام مياه الشرب عبر شبكة المياه. وجاء تحذير السلطة المحلية نتيجة لحدوث تلوث في شبكة المياه الرئيسية المغذية للمديرية جراء دخول مياه الصرف الصحي بالشبكة الرئيسية. وأشارت أن قيادة المديرية أبلغت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأهمية سرعة تدارك الكارثة وإنقاذ أرواح الناس، ولم تلقى منهم أي تجاوب حتى الآن. وتهيب السلطة المحلية بالمديرية للمواطنين بالحفاظ على منسوب المياه المتبقي في المنازل وعدم استخدام المياه من الشبكة حاليا أو تشغيل ديناميت شفط المياه، حفاظا على صحة وسلامة الجميع حتى إصلاح الخلل. لمناقشة هذا الموضوع الذي هو خطير وخطير للغاية، سرني أن يكون ضيفي عبر الهاتف الأستاذ فتحي السقاف مدير عام المياه في عدن، وأيضا الأستاذ صالح شندور إعلامي وكاتب في عدن. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. لو بدأت معك أستاذ صالح شندور، بداية تعليقك على ما جرى وما يحصل، وأنت الأقرب أيضا إلى المواطن هناك وإلى همومه. أهلا وسهلا بك عزيزي، أشكرك وأشكر قناتكم اليوم على هذه الاستضافة. بالنسبة لموضوع تحذير السلطة المحلية للمواطنين بعدم الشرب من المياه الرئيسية، يعني نعرف شيء خطير، يعني خطير جدا، وصراحة نحن كمواطنين في عدن صدمنا بهذا الخبر أن يأتي من السلطة المحلية، يعني وكأنها تقول بأن أخلت المسؤولية عن مياه الشرب، وبأن الذي يشرب من ماء الشرب ويصاب ببعض الأمراض يتحمل نفسه، يعني لا بد أن تقف السلطة المحلية في عدن بمسؤولية تجاه هذا الأمر، وأن يترك الأمر يعني هكذا. لابد أن يكون هناك حل سريع جدا لمسألة مياه المواطنين. الآن لا يجدون ربما أماكن أخرى لشرب الماء، لا يوجد آبار ربما في عدن، عدن ليست منطقة ريفية يمكن أن تذهب إلى البئر أو الغير إذا انقطعت مشاريع المياه. عدن مدينة وكل الناس يعتمدون على المياه المشروع الرئيسي في السلطة الذي يأتي من السلطة المحلية، وهناك كثير من الأسر لا تستطيع أن تشتري الماء بشكل دائم من البقالات، يعني فهذا يعني خبر كارثي حقيقة تستقبله العاصمة عدن ويستقبله جميع المواطنين في عدن. هو تحدث أيضا الخبر بأنه في مديرية خور مكسر فقط، وأن السبب هو نتيجة دخول مياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب. ما هي الأسباب؟ هل ربما كارثة السيول الأخيرة هي التي أدت إلى مثل هذا الخلل الخطير والخطير للغاية؟ شيء طبيعي، هناك كثير من المقاطع الفيديو التي شاهدناها أثناء الأمطار عندما تكثرت مياه الصرف الصحي، وأيضا تكثرت مياه المشاريع يعني أقطاب مشاريع المياه، اختلط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. لكن خور مكسر ليست قطعة واحدة، المعنى كذلك، الواهي كذلك، كريتر، كل جميل. المناطق الجبليه التي تضررت في المناطق. جميل جميل، ابقى معي استاذ صالح، ابقى معي استاذ صالح لننقل الصوره الى الاستاذ فتحي السقاف مدير عام المياه في عدن ليطلعنا على ما الذي يحصل بالضبط. استاذ صالح او استاذ فتحي. ايوه، السلام عليكم. وعليكم افضل السلام. اذا انت ربما استمعت الى تحذيرات السلطه المحليه في مديريه خور مكسر من اختلاط مياه الصرف الصحي بايضا المياه الصالحه للشرب وكل هذه الامور، ما هي الاسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الكل يعلم انه مدرسه عدن كارثه طبعا، والمنخفض الاخير يعني كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. كمية الأمطار اللي حصلت يعني كبيرة جدا، يعني لم تقابلها المدينة يمكن يعني قبل عقود. المشكلة إنه لا يوجد تصريف للأمطار،
كل شوارع للاسف الشديد خاصه خور مكسر اللي الان فيها، واكثر مشكله الان يحدث فيها موضوع التلوث او الاختلاط. انا اعتقد كمان الاختلاط ما هو سبب الصرف الصحي فقط، الاختلاط بسبب المياه الآسنة هذه الراكده الان من الامطار. كيف استاذ فتحي، كيف هو يفترض ان المياه الصالحه للشرب هي تجري في انابيب خاصه بها لا يمكن اختراقها؟ ما لا يا عزيزي، الان بالعشوائي لو انا ما سمعت الاخ اللي كان ضيفك قبل قليل ما سمعتوش، لكن الكل يعلم ان الربط العشوائي والربط من خطوط الشبكه وانتهاك الشبكه ادى الى تركيب مضخات، ومضخات هذه مع الامطار هذه فتتداخل مع خطوط المياه. هذا الشيء يحدث دائما وخاصه في خور مكسر. جميل. السلطه المحليه في خور نعم اسمعك استاذ فتحي، السلطه المحليه في خور مكسر قالت في بيانها انها خاطبتكم كثيرا في المياه لكنكم لم تعروا اهتمام للموضوع ولم تجيبوها. لا 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 لا, لا تحملوا المياه، لا تحملوا مؤسسه المياه فوق طاقتها. انا لا احمل احد، انا انقل لك ما جاء في بيان السلطه المحليه في خور مكسر بانهم رفعوا اليكم وانتم لم تستجيبوا. انا طبعا البيان هذا لم اسمعه ولم اراه لانه عندنا مشاغل كثيره صراحه، وما انا الوقت حقيم كله 3 ايام انا مغلقه بسبب المشاكل والمتابعات هذه. طبعا احنا كمؤسسه مياه وصرف صحي لدينا 5 شفاطات، الشفاطات هذه مهمه شفط مياه المجاري، ولكن للاسف الشديد الان اصبحت المؤسسه تتحمل اعباء شفط المياه الراكده ومياه الامطار ومياه من بيوت المواطنين، فاصبح يعني ضغط كبير علينا. علينا ان نتساعد لانه هناك ازمه ولا نحملها البعض. مدينه عدن مدينه منهكه فيها اي بنيه تحتيه حاليا، في ظل اكثر من 2.5 مليون نازح في عدن ادى زياده النزوح وهذا الى ضعف الخدمه. المشكله الان انها اصبحت كبيره، كميه المياه اللي اطرت لليوم في اماكن لم يتم شفطها، في الشوارع، في المدارس، في الملاعب، مياه كثيره جدا في الطرقات الى الان، في اماكن في الطرقات لم يتم شفطها بسبب ان لا يوجد تصريف للامطار. يا جماعه ما فيش تصريف لمياه الامطار، ما فيش تصريف لمياه الامطار، يعني لازم هذه الاشياء تحتاج لها الى شفط، تحتاج لها الى وقت كبير ومعدات كثيره، وهذا هو اللي حاصل الان، هو هذا الموجود الان. جميل، لكن مثل ما طرحت انت ان الكارثه كبيره وكبيره للغايه، ولا يمكن لكم انتم وحدكم ان تواجهوا هذه الكارثه، هل هناك من جهود لجهات ومؤسسات اخرى وصلتكم لمساعدتكم، ام انكم فقط انتم من يواجه وحيدين؟ الى الان تم يعني كما نسمعني انه تم تحويل مبالغ للكارثه، لكن لم تستلم المؤسسه اي مبلغ الى يومنا هذا. نحن الان كمؤسسه محليه للمياه والصرف الصحي لا توجد ايرادات، لا توجد حتى الان. نحن نقوم بتسيير اعمال المؤسسه والله بظروف يعني بشكل صعب جدا. الان عمالنا يشتغلوا على مدار الساعه في التوزيعات، في الحقول، في الصرف الصحي، شبكات الصرف الصحي كلها تهالكت بسبب ان تم فتح الاغطيه وصرف المياه. انا اعرف الان في مكان في كريتر في منطقه يعني كبست المناهل كلها بالطمي والحجار اللي نازله من الجبال، ومنطقه مثلا زي البادري تم فتح الانسدادات يوميا تفتح ويوميا تعود بسبب ان الشبكه كلها معبايه بالحجار وبالرمل وبالطمي. الوضع كارثي يحتاج له الى وقت ويحتاج له الى معدات لتصفيتها. لكن ربما المواطن في خور مكسر يهمه الحل، يهمه ان يفتح صنبوره المياه فيجد ماء صالح للشرب، لان يجد مياه الصرف الصحي في منزله. ما هي الحلول؟ طبعا احنا بنعقم الشبكه، اول حل اول فين مكان التسرب، منطقه التسرب اللي تسرب منها قد تكون مياه الامطار او قد تكون مياه صرف صحي. مياه الامطار لانه من 4 ايام 5 ايام وهي راكده اكيد تتعفن وتطبع
يعني رائحتها وطعمها زي مياه الصرف الصحي. اولا حنحدد مكان النقطه اللي فيها المكان التسرب، ثم نعزلها، ثم نقوم بتعقيمها بالكلور، ثم نضخ المياه. وهذه اعمال قد عملنا، قد كان في حي السفاره قبل شهر حدثت هذه المشكله، حدثت في العريش، تحدث خاصه في الاماكن اللي يكون فيها ربط المياه بشكل عشوائي، تحدث فيها هذه المشكله. المياه لا تتدفق 24 ساعه، تتدفق مثلا الماء في خور مكسر يتدفق في اليوم 8 إلى 8 ساعات يوميا. اثناء انطفاء الضخ تتعبى الشبكه، لو يكون في مثلا تسريب او شيء اثناء الضخ يتم سكشن، يعني يسحب الماء الراكد. فلهذا انا اعتقد انه السبب المياه الراكده. ما اعتقد كم سيستغرق الوقت لكي تعود المياه الى مجاريها صحيحه؟ طبعا الان المشكله ان المياه المتراكمه في الشوارع ما زالت موجوده وشفطها يحتاج الى كبير والى معدات اكثر. انا اتكلم معك معي 6 شفاطات، وتم استئجار شفاطات خاصه ايضا عبر المؤسسه وعبر المنظمات، وما زالت الكميات كبيره في الشوارع، ما زالت الكميات كبيره. تعالوا انزلوا شوفوا شوارع خور مكسر، وشوفوا المنصوره، شوفوا كل الاماكن هذه موجود لا زال الماء راكد فيها. جميل. استاذ صالح شنظور، استمعت الى طرح الاستاذ فتحي السقاف، الرجل يقول لك نحن في كارثه، وهذه الكارثه أكبر بكثير من إمكانياتنا، وعلى الجميع أن يستحمل الظروف إلى أن يتم إصلاح العملية وستعود المياه إلى جارها، لكن الوقت ربما يأخذ وقتا أكثر، أو الأمر قد يأخذ وقتا أكثر، ما رأيك؟ أستاذ صالح. إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ صالح شنظور. عموما أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فتحي السقاف مدير عام المياه في عدن على كل الإيضاحات التي أوضحتها معنا، وأيضا الشكر موصول للأستاذ صالح شنظور الإعلامي والكاتب في عدن. فاصل قصير نكمل بعده بقية الحلقة. صحيفة الشارع طالعتنا بربما عنوان وتفاصيل مهمة للغاية. رئيس رابطة جرحى تعز في الهند يتعرض لاعتداء بسبب حديثه عن فساد المشرف الحوثي أو المشرف الإصلاحي معذرة. وفي التفاصيل، تعرض رئيس رابطة جرحى الحكومة الشرعية في دولة الهند هشام الأرحبي قبل مغرب أمس الثلاثاء لاعتداء من قبل شخص يتبع المشرف على الجرحى توفيق عبد الملك. وقال مصدر وثيق للاطلاع للشارع أن شخصا يدعى سمير الضبيبي أقدم على الاعتداء بالضرب على رئيس رابطة الجرحى قبل الإفطار بدقائق، وأثناء ما كان الأرحبي يقوم بشراء الخبز من أحد المحال في مدينة بنجلور كامنهلية الهندية. وأكد المصدر أن الضبيبي وهو تاجر شقق في الهند ويتبع توفيق عبد الملك المشرف على جرحى محافظة تعز في الهند، اعتدى على الأرحبي بسبب مطالبة الأخيرة المستمرة بحقوق الجرحى وفضحه لفساد المشرف واللجنة الطبية للجرحى في تعز. وأفاد المصدر أن الضبيبي رتب لحادث الاعتداء وجهز أشخاصا قاموا بتصوير عملية الاعتداء بالتنسيق مع توفيق عبد الملك بهدف إسكات الأرحبي وإثارة الرعب في أوساط الجرحى لمنعهم من المطالبة بحقوقهم. ويشكو الجرحى من فساد توفيق عبد الملك، ويقول أنه يركز على علاج الجرحى المنتمين لحزب الإصلاح ويحول دون استكمال علاج الجرحى المستقلين وغير المنتمين إلى حزبه. لمناقشة هذا الموضوع والإطلاع أكثر وما الذي حصل بالفعل، يسرني أن يكون ضيفي عبر الهاتف الأستاذ هشام الأرحبي رئيس رابطة جرحى تعز في الهند. بداية أهلا بك أستاذ هشام، والحمد لله على السلام. أهلا وسهلا بكم، الله يسلمكم. أولا نشكركم جزيل الشكر على بثكم بهذا الموضوع والوقوف مع الجرحى في معاناتهم. إذا لو بداية أطلعنا على التفاصيل، ما الذي حصل بالضبط؟ طبعا الذي حصل قبل فترة حكينا وضع الجرحى وبدينا بفضح فساد المشرف ومن معه من فساد عبر مجلة الشارع،
وإذا أنت قبل صلاة قبل الفطور وأنا في اتجاهي لآخذ الخبز، جاء أحد الجرحى المقربين من المشرف التوفيق الذي له 4 سنوات في الهند، يعني ما في أي شيء ولا علاج ولا يحتاج أي علاج، فنتفاجأ منهم مباشرة بالاعتداء علي بدون أي أسباب. تم رفع شكوى إلى المشرف، ولكن المشرف كان رده أنه لا يستطيع عمل له أي شيء، وهذا يدل على تواطؤ واضح من المشرف في عملية الاعتداء اللي كانت منسقة من عدة أشخاص. هذا بالنسبة ما هي الأسباب في نظرك أنت؟ ما هي الأسباب التي جعلتهم يعتدون عليك؟ الأسباب أنني فضحت أطالب في مستحقات الجرحى وأثبت في عدة وثائق فساد المشرف. إذن أنت طبعا أكمل طبعا الجرحى قسمهم المشرف إلى 3 أقسام. القسم الأول هم المقربين له والذي يحصلون على العلاج والعناية الكاملة وكل طلباتهم مجابة. القسم الآخر هؤلاء هم تابع ألوية لها علاقة حميمة بالمشرف، ولكن لا يحصلون نفس الميزات السابقة إلى الذي يحصلها المقربون، وإنما بعد الاتصال من عبر اللواء يتم إجابة طلباتهم. أما القسم الآخر هؤلاء هم من ألوية متفرقة من ضمنهم اللواء 35، هؤلاء لا يحصلون أي عناية ومرميين وبدون علاج، حتى أنه إذا أعطيت المشرف رئيس لجنة تعز يقوم برفضه مباشرة ولا يرضي أن يعمل لك أي عملية. طبعا جرح اللواء 35 هذا اللواء الذي كان قائده عدنان الحمادي، هذا والذي تم استهدافه قائد عدنان الحمادي. وهناك تمييز في الهند من قبل لجنة الجرحى حول المصابين من هذا اللواء. هناك تمييز واضح، حيث تم تركيب طرف لأحد الزملاء بقيمة 38,000 دولار، وبقية الزملاء رفضوا حتى تركيبهم من ما يقارب 18,000 دولار، يعني أقل من نصف القيمة. فهناك أيضا تمييز في العمليات، منهم تابعهم يدخلون العمليات وتتم إجراء عملياتهم بشكل ديركت دون أي عناء، بينما نحن الأبطال من أسودنا في الجبهات لا نحصل منهم على أي عملية. وبعد العناء والمتابعة أكثر من 2 سنين وإعطاء أمر من رئيس اللجنة الحالي الدكتور محمد فؤاد يرفض ويقول أنت لست معتمد. إذن أنت تؤكد أن هناك تمييز ضد أفراد اللواء 35 مدرع الجرحى في الهند، لكن هل هذا التمييز أيضا مبني على أسس حزبية وسياسية؟ طبعا الأستاذ توفيق معروف انتماءه حزبيا وأكثر تعامله حزبي. حزبيا لمن؟ لحزب الإصلاح. الأستاذ توفيق معروف عليه من سابق أنه من تابع حزب الإصلاح. لا يهم انتماؤها السياسي بقدر تعامله مع الجرحى، هل هو يميز بين من ينتمون إلى حزب الإصلاح من غيره من ينتمون إلى ربما لا ينتمون حتى إلى حزب الوطن؟ أكيد هناك تمييز بشكل كبير بهذا المجال، حيث أنه تم استقبال 2 جرحى لم يمروا على اللجنة الطبية ولم يكونوا في اللجنة الطبية أساسا، بينما الجريح الإعلامي توفيق آغا الذي لا ينتمي إلى أي حزب تم رفض ضمه إلى اللجنة لاستكمال علاجه أو مصاريف له. ما هي أوضاعكم أنت؟ أكمل. كذلك الجريح محمد جمال صالح النابهي، هذا الجريح تم إيقاف علاجه وتم إيقاف مستحقاته من قبل 2 سنين، وكل ذلك كونه لا ينتمي إلى حزب الإصلاح. ما هي أوضاع الجرحى في الهند بشكل عام؟ طبعا أوضاع الجرحى بشكل عام يعانوا من أمر مزري بشكل كبير،
4 أشهر حاليا بدون مصاريف. كذلك من سابق تم 6 أشهر لم يعطاهم أي مبالغ. كما يعانون من احتجاز المشرف لأموالهم، والبعض مطرود من السكن بسبب عدم سداد الإيجارات، والبعض لا يحصل ما يقتات عليه. ما تم التواصل مع توفيق أكثر من مرة، ولكنه أخذ الأمر باستهتار ورفض التعامل معنا في هذا المجال أو التسهيل للجرحى، وظل محتجزا إلى أموالهم رغم مطالبتنا بها. ما هي رسالتكم سريعا أستاذ هشام؟ رسالتنا إلى ناشد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ومحافظ تعز وقائد محور تعز أن يلحقوا الجرحى بصورة مستعجلة، كون الجرحى الآن مطرودين في الشوارع ولا يحصلون على ما يأكلون. الأستاذ هشام الأرحبي رئيس رابطة جرحى تعز في الهند، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، وأتمنى لك ولكل الجرحى السلامة والعودة إلى أرض الوطن. الشكر أيضا موصول لضيوفي في المحور الأول، الأستاذ فتحي السقاف مدير عام المياه في عدن، والأستاذ الإعلامي والكاتب الصحفي صالح شنظور. دائما وأبدا الشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، إلى ما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.